الأرض مثل النجم اسم مقرون بالعلم، كالطير بسماء الطفل زاه من كل الألوان. دار الحافظ مثل النجم اسم مقرون بالعلم، كالطير بسماء الطفل زاه من كل الألوان. صاغت قصصا للإيمان، حدثت في ماضي الأزمان، حتى تملأ منذ الصغر قلب الطفل بالإحسان. محمد صلى الله عليه وسلم. تهيأ أبرهة الحبشي للحرب، وقاد الجحافل تتقدمها الأفيال، وسار نحو مكة المكرمة ليهدم البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وهو معقد آمال العرب ومكان اجتماعهم. وفي مكة لقي سيدها عبد المطلب بن هاشم. يا أبرهة، إن للبيت ربا سيمنع. ما كان ليمتنع مني. أنت وذاك. جهز أبرهة فيله وعبأ جيشه وأمره بالزحف إلى مكة لهدم البيت، ولكن الفيلة امتنعت عن السير، وحجبت الشمس بطيور تحمل حجارة من جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك
أخبرك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. وحمى الله بيته وأهلك من كان يريد به شراً، وسمي هذا العام بعام الفيل. وفي ليلة الاثنين 12 من ربيع الأول ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش طفولته يتيم الأب. وعندما بلغ العام 6 من عمره ماتت أمه آمنة بنت وهب، فرعاه جده عبد المطلب سيد قريش حتى أتم 8 من عمره. وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب، ولما تم له من العمر 12 سنة سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وهناك التقى بالراهب بحيرة في بصرة، فعرف هذا أن محمداً هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام في الإنجيل. يا أبا طالب، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه هنا ليبلغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. عرف سيدنا محمد عليه السلام في قومه وبين أهله بالصادق الأمين، ولما أخذت سنه تدنو نحو 40 نشأ لديه حب للعزلة بين الفترة والأخرى، وحبب الله إليه الاختلاء في غار حراء، فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى بيته وإلى زوجته خديجة رضي الله عنها، فلا يكاد يمكث قليلاً حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى في الغار. وكان في خلواته يتأمل الكون من حوله، وينظر إلى حال الناس الذين يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله الواحد الأحد. وفي أحد الأيام وهو في خلوته في الغار جاءه الحق من الله تعالى، فنزل عليه الملك جبريل عليه السلام يحمل رسالة ربه سبحانه وتعالى، وقال له اقرأ. فقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. وأعاد الملك جبريل عليه السلام ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، وكان الرسول الكريم يجيبه بقوله ما أنا بقارئ. ثم تلا جبريل عليه السلام على الرسول الكريم سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لأمر الله تعالى، فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام،
وكان في أوائل من دخل الإسلام، خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعاً. وكانت ردة فعل المشركين من قريش أن كذبوا بما كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم ما يدعون إليه محمد؟ هل سمعتم ما يدعون إليه محمد؟ أيدعون إلى ترك عبادة آلهة آبائنا وأجدادنا والتي تقربنا إلى الله زلفى؟ أيتها الآلهة العظيمة ارزقينا من خيراتك. أيتها الآلهة العظيمة ارزقينا من خيراتك. أيتها الآلهة العظيمة ارزقينا من خيراتك. لقد ظن المشركون من قريش أنهم يستطيعون بذلك إبعاد الناس عن دين الإسلام الحق وإعادتهم إلى دين الآباء والأجداد، دين عبادة الأصنام والأوثان، ولكن أملهم كان مآله إلى الخيبة، لأن المؤمنين ازدادوا إيماناً بالله تعالى وازدادوا تمسكاً بالإسلام، وأحس مشركو قريش بالخطر فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيداً من بينهم ذا بصيرة ورأي يدعى عتبة بن ربيعة. أيتها الآلهة العظيمة ارزقينا من خيراتك. 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 يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع عتبة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكن مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا صدق الله العظيم. ثم مضى رسول الله في القراءة وعتبة يسمع حتى وصل إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صدق الله العظيم. فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة، وذلك خوفاً مما تضمنته الآية من تهديد. وعندما عاد إلى قومه قال لهم: سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر، وأقسم بالآلهة ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. سحرك يا أبا الوليد بلسانه. ولم يكتفي المشركون بذلك، بل مضوا في إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، فهاجر فريق منهم إلى الحبشة، وتوفيت خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة قصيرة توفي عمه أبو طالب، فحزن الرسول الكريم لفقدهما أشد الحزن، وأطلق على هذا العام اسم عام الحزن لشدة ما كابده فيه من الشدائد في سبيل الدعوة. ثم هاجر المسلمون إلى المدينة، ولكن المشركين أحسوا أن هذه الهجرة تعني انتشار الدين. لابد أن نقتل محمدا. يجب أن يقتل هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في فراشه ليخدع المشركين. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع صديقه أبي بكر الصديق مهاجرين إلى المدينة. وفي الطريق لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، ومكثا فيه 3 أيام حتى توقف المشركون عن ملاحقتهما. وبعد ذلك تابعا طريقهما إلى المدينة. وفي المدينة المنورة، وبعد أن آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد النبوي الشريف وأرسد عائم الحياة في المدينة، حمل المسلمون سيف الحق والإيمان وانطلقوا لقتال المشركين. ورغم قلة عدد المؤمنين وعتادهم، استطاعوا بإيمانهم بالله تعالى وبتمسكهم بنهج الإسلام أن ينتصروا على المشركين. وقد دارت معارك كثيرة وتتالت الانتصارات الإسلامية في سبيل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يزال ما قاله سيدنا سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشحذ به الهمم وتقوى به النفوس. لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!
وانتصر الإسلام، وارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبإذن الله تعالى توجه الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ويدخلها منتصرا هو وأصحابه ومن اتبعه من المؤمنين. ويرتفع أول أذان في مكة يتردد صداه في أرجائها، وعاد المسلمون إلى زيارة الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر لواء الإسلام في أرجاء المعمورة. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم وحج بالمسلمين حجة الوداع، وتلا عليهم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. ثم يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بحمى شديدة، وفي يوم الاثنين الذي اختاره الله تعالى أقبل المسلمون إلى الصلاة في المسجد، فأمهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فأفسح المصلون له المكان، لكنه أشار عليهم بأن يثبتوا في صلاتهم ويتموها، وتبسم فرحا وعاد إلى فراشه. ثم بعد ذلك فاضت روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، وسعد بلقاء ربه. دين محمد قد أسر قلب الجن والبشر. دين محمد قد أسر قلب الجن والبشر. بالحسن والسمح أمر.
البشر.